الحمد لله الذي جعل الاعتياد مصدرا للهنا والسرور. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
الله أو تكبر ولا يقيم أحد بيده من غير أمر ولا تسلم حتى يتأكد يوم فيها ولا يؤثر منها ولا تؤذي أياي أياي واستمر يومي إلى قرب يوم الثلاث أثر من أيام التصريف عباد الله إن كان لأسر يلهي فضل بين الأيام التصريف بينها وكمالها فهي الأيام المعلومات التي أمر الله فيها بذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا هذه الأيام فهذه الأيام أكل واشرب فيه فينبغي لنا أن نصوموها بذكر وكبير الأكبر صلاة الرواتب الخمس اللهم أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا إله إلا الله كبرة وأصيلا وبالفن وبالأطار من الظلمة أعيد الفن عنه ومنه صار يغني
ولكن يجب ان يكون هناك